بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتكم. النهاردة بإذن الله تعالى في الفيديو الثاني عن زراعة الفاصوليا المتسلقة أو داخل البيوت المحمية. تقريبا يعني العائلات النباتية بتبقى معاملتهم واحدة، كذلك الـ بالنسبة للأصناف بتاعة الخضر تقريبا يعني بتبقى معاملتهم واحدة، يعني الفاصوليا المتسلقة زي الفاصوليا اللي هي برة، مع اختلاف بعض العمليات البسيطة، ولكن كله بيكون يعني تقريبا مشابه لبعض. فالنهاردة بإذن الله تعالى بنكمل الفيديو الثاني. الفيديو الأولاني اتكلمنا فيه عن عملية الزراعة وإيه اللي بنراعيه، وعملية اختيار الصنف نفسه، إن أنا أتأكد إن الصنف اللي عندي غير محدود النمو أو متسلق، تمام، وإن الصنف اللي عندي يكون صنف كويس، نسبة الألياف فيه قليلة، عشان ده بيستهلك أخضر مش مستهلك فاصوليا جافة، تمام. الإنتاجية بتاعته تكون عالية، يكون مجرب قبل كده. بالنسبة للطول بتاع القرون والسيمترية بتاعتهم في تكون السيمترية بتاعة القرون تكون كويسة، كل الحاجات دي مطلوبة في الصنف بتاع الفاصوليا المتسلقة، تمام. النهاردة بقى الفاصوليا عندنا طلعت وبقت كويسة جدا جدا، هي زي ما حضرتك شايف قدامك، هي طلعت وابتدت تطلع أوراق حقيقية. الفاصوليا ده هي تقريبا عمر 15 يوم تقريبا، ماشي، لو رجعت الفيديو الاولاني هتلاقينا في 15 يوم. عند العشر ايام حقنا توبسين، ومش هنكرر برضو التوبسين او المنقطع اللي انت عارفه ده، قلنا بنأمن نفسنا بالنسبة للأعفان بتاعت الجذور او سقوط البادرات او الحاجات دي كلها، فبنبدأ نأمن نفسنا بحقن اي مبيض فطري قوي، بحيث ان احنا في الاول والاخر ما يحصل ليش انتكاسة في المحصول من الاول. وقلنا ان عملية التوبسين دهيا او عملية حقن المبيض الفطري اذا كان في التربة فطريات، فدي بتعتبر حجر الاساس بالنسبة للبيت بتاعي. حجر الاساس هنا بالنسبة للنبات بيعتبر الجذور، الجذور بتعتبر كأنها هي حجر الاساس بالنسبة للمنازل اللي احنا بنبنيها، هكذا الجذر بيعتبر هو حجر الاساس بالنسبة للنبات. لو الجذر طلع كويس ما فيهوش اي اصابة، ان شاء الله باذن الله تعالى الدنيا عندك هتكون كويسة طول الموسم، وهتشيل قصة أعفان الجذور أو الأمراض اللي ممكن تحصل للجذور، هتشيلها من دماغك طول الموسم. وقلنا أول حاجة بتتحكم فيها برضو، بنكرر تاني يا جماعة، التكرار بعلم الشطار، حتة الرطوبة الأرضية. شايف يدوب على قد المية عندنا، بتبقى بحكمة قوي، بنشوف الصبح ممكن ندي لو 10 دقايق ولا 5 دقايق على حسب التربة بتاعتي وعلى حسب درجة الحرارة داخل البيت، والحاجات دي كلها احنا بنراعيها، تمام. فالمنطقة بتاعة الابتلالة هي تدوب على قد النقاط، فيها كم تلت نباتات، هم في نباتين هنا، يعني على حسب ما انت زارع تزبط امورك على كده. طبعا قلنا الـ بالنسبة للتوبسين 1 جرام على اللتر، بالنسبة لليونيفورم او التشجرين بيبقى بمعدل 0.5 جرام في اللتر كافي خالص، وانا بفضل عن نفسي اليونيفورم بصراحة ربنا يعني، ولكن ما بنفرضهوش على حد، لان احنا في الاول وفي الاخر عايزين مصلحة الفلاح، مش بنسوق لشركة او نبيع لحد. فالمتوفر عندك ما تشغلش نفسك، احقن بيه وخلاص، اهم شيء تزبط عملية الري عندك. عملية الحشايش ده هي المفروض بنشيلها على طول، تمام. لما بتطلع الفاصوليا بتاعتي على اسبوع كده بنلاقي الدنيا مش مظبوطة، وبتلاقي الارض نتيجة ان النباتات ابتدت تطلع من الارض، فبتبص تلاقيها عاملة شقوق كده، فبنجيب الشوكة بتاعتنا وبنبدأ نعمل عملية خربشة بسيطة، بحيث الفاصوليا عندي ما يدخلش على الجذور دهيت اي حاجات من الحاجات الصغيرة، النمل او الحفرات او الحاجات دهيت، بنحاول بنرد عليها او بنعمل لها عملية خربشة، بحيث ان انا اداري الشقوق اللي هي بتحصل نتيجة ان البذور لما بتطلع بتعمل
شقوق كده في الشقوق دي بنحاول نقفلها عشان الحاجات الصغيرة دي ما تدخلش تبهدل الجذور، أو حتى عشان ما نعرضش الشعرات الجذرية ده هي الصغيرة لأشعة الشمس المباشرة. تمام. في العمر ده هو تجمع الفاصوليا على فكرة، وفي الوقت ده هو من أكتر الحاجات اللي بتصاب بأمراضها كتير أولا، ولكن الزبابة البيضة هنا بتبهدلنا جامد، والعنكبوت الأحمر. فياريت مع بعض كده نحاول نرش حشري مع أكاروسي الاثنين مع بعض، مبيد حشري مع أكاروسي، ويريت الرش يكون في المغرب. دايما الزبابة البيضة من أسوأ الحاجات اللي بتبهدل لنا الفاصوليا، وخصوصا في العروة الخريفية. الأكاروس برضو بتبص تلاقيه ببهدلنا جامد، وبتلاقيه على السطح السفلي للورقة. فالحاجات ده هي تناخد بالنا منها كويس جدا. تمام. بعد كده بنعمل الأسمدة البديئة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها في الفيديو بتاع الكوسة، نفس القصة برضو، بنبدأ نعمل الأسمدة البديئة بتاعتنا بحيث ان احنا في الأول وفي الآخر يعني نأسس الجذر قوي، وقلنا ان احنا بنحاول نزود عنصر الفوسفور في الاسمده دهيت. ما تنساش القصه دي خالص. تمام. لما حقنا الثلاث حقنات بتوع الاسمده البديئه، هيومك مع حمض فوسفوريك مع سلفات نشادر، او قلنا لو انت عندك اسمده مركبه يبقى يكفينا الماب مع الهيوميك أسيد وخلاص، ما فيش أي مشكلة خالص، أو المغنوم اللي هو التركيب بتاعه 18-44-0، أو الماب اللي هو 12-61-0، استخدم أيهم، ما فيش أي مشكلة خالص. تمام. يعني ما تعصبش نفسك لو ما فيش، قلنا نستخدم الأسمدة الأحادية اللي هي حمض الفوسفوريك مع سلفات النشادر أو سلفات الأمونيا 20.6، بنستخدمها في الأسمدة البديئة مع الهيومك. تمام. واللي مش عارف المقادير احنا كنا اتكلمنا عليها في الفيديو الثاني بتاع الكوسة. بنبدأ نحقن للفاصوليا، وخد بالك الفاصوليا من الحاجات اللي هي يعني ممكن تضحك عليك. يعني ايه تضحك عليك؟ يعني الفاصوليا من المتسلقة دي ممكن يعني ما تاخدش بالك، تكون الإضاءة ضعيفة عندك في داخل البيت، مع انها كويسة دلوقتي في الصيف يعني لان النهار طويل، هتعمل لك مشكلة. المشكلة دي ان ايه؟ انها تضحك عليك في انك انت هتقعد تدي مية وتسمد لحد ما تلاقيها قامت طالعة واصلة لحامل المحصول بالظبط كده في 10 ايام. ده بدون مبالغة يعني. امال ايه؟ لازم تكون حكيم في عملية التسميد وعملية الري. عملية الري اروي الصبح زي ما انت شايف كده، طيب اخر النهار ابص اذا كانت تتحمل مرويش، مفيش اي مشكل خالص. انا ما او ان انا افتح المية واسيب الدنيا تضرب تقلب، ومع الاضاءة عندك لو الغطاء بتاع البيت عليه اتربة وحاجات من ديت بتحوش الاضاءة، مع ان انا مش شايف الاضاءة فيها مشكلة اليومين دول يعني، حتى لو فيه اتربة او حاجة على السطح بتاع البيت. تمام. فما تضحكش عليك الفاصوليا ولا تغرك، انت لازم تأسس كويس، ما يهمكش ان النبات، وحتى في كل النباتات ولكن الفاصوليا بالذات. الفاصوليا بالذات يا جماعة عايزة الراجل اللي هو عنده حكمة في عملية الري، عايزة حكمة جامدة جدا في عملية الري وعملية الفترة الاولى من حياتها. ليه؟ لان زي ما بقولك هتضحك عليك، وفي 10 ايام هتطلع على السقف بتاع البيت او شلك حامل المحصول، فدي طبعا هتبقى الدنيا مش كويسة. طيب ده نتيجة ايه؟ نتيجة انك هتستخدم اسمدة ازوتية كتيرة، هتستخدم اسمدة ازوتية كتيرة، ولو حتى متعادلة هتدي كميات كبيرة، وهتدي مية الصبح واخر النهار، هتبص تلاقي النبات سرول منك وابتدي يطلع. السرولة دي يا جماعة مشكلتها في ايه؟ مشكلتها ان انا هطلع نبات مقاومته للامراض ضعيفة جدا، لان هو اساسا غض النبات عصيري، أصبح الزبابة البيضة بتخترقه، والثاقب المصة كلها بتخترقه بسهولة جدا يعني. فعشان كده بناخد بالنا من القصة دهية. تبقى قلنا ملخص الفيديو بتاعنا، قلنا إن إحنا مجرد الإنبات ما تم، قلنا هنحقن التوبسين أو اليونيفورم أيا كان اللي عندك. تاني حاجة
مجرد خروج الورقات الحقيقية دهيت هنبدأ في عملية تسميد الأسمدة البديئة. بعد ما نخلص الأسمدة البديئة هنبدأ نسمد الأسمدة العادية بتاعتنا. ناخد بالنا في الفترة دهيت ثلاث مرات اهوت من العناكب ومن الاعفان الجذور ومن الذبابة البيضة، لأن دول التلاتة كفيلين بأن هم يدمروا محصول الفاصوليا عن بكرة أبيه. فناخد بالنا من القصة دهيت كويس جدا. بنتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو دهوت وعرفنا العمليات اللي ممكن تحصل في العمر الكويس بتاع الفاصوليا دهوت. في الفيديو الجاي ان شاء الله بإذن الله تعالى هنحط برنامج تسميد مع بعض للفاصوليا، ولكن بعد 20 يوم من الزراعة، من تاريخ الزراعة. أنا بقول 20 يوم من تاريخ الزراعة، مش من تاريخ الإنبات بقى، من تاريخ الزراعة. لأن أنا زرعت أربع أيام أو خمس أيام تم الإنبات، بعد كده ابتدت الدنيا عندي تمشي الحمد لله وتبقى كويسة جدا. ف 15 يوم كفيلين بأن احنا نحط برنامج تسميد للفاصوليا. خد بالك الفاصوليا الصيفي متعبة عن الفاصوليا الشتوي، وكل واحدة فيهم لها تعب خاص. يعني الشتوي هتلاقي أمراض الفطرية بتاعتها كتيرة، الصيفي برضو هتلاقي الأمراض الحشرية فيها كتيرة. بنحاول بإذن الله تعالى نحاول نعمل عملية توازن في الشرح ما بين دية ومشاكلها، الصيف ومشاكلها والشتوي ومشاكلها. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم.